على الرغم من افتقارها إلى أدنى مظاهر الحسن الذي تتمتع ببعضه طائفة من أبناء عمومتها الأكثر لمعاناً، فإن الخنفساء المدرعة الشيطانية تمتلك هيكلاً خارجياً يشبه الحجر، ويزودها ذلك الهيكل الخارجي بالصلابة التي تمكن هذا النوع من الخنافس من مقاومة الدعس بالسيارات أو السحق تحت الأقدام أو أن تكون لقمة سائغة للمفترسات. وقد جذب هذا التصميم الخارجي المتين اهتمام العلماء رغبة منهم في معرفة الأسرار التي تجعله إحدى أقوى المواد الطبيعية الموجودة في العالم، واكتشاف الخصائص الفيزيائية والميكانيكية التي تمنح الخنفساء الشيطانية تلك القدرات المذهلة. ولكن قبل البدء، نرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر اللايك ليصلكم كل جديد. تسكن الخنفساء المدرعة المناطق الشجرية على امتداد الساحل الغربي للولايات المتحدة، ويبلغ طولها حوالي سنتيمترين. وكبقية أفراد نوعها فإن هذه الخنفساء لا تطير، إذ تتصلب أغطية أجنحتها وتلتحم معا، مكونة بذلك الدرع الأسود الصلب الذي يحميها من الدعس. وكشفت بعض الدراسات أن هذه المدرعة الشيطانية يمكنها أن تبقى على قيد الحياة حتى وإن دعست بأي شيء يزن 39,000 مرة ضعف وزنها. ولتخيل ذلك الأمر يمكننا التشبيه بإنسان يزن 90 كيلوغراما يمكنه تحمل وزن 280 حافلة مزدوجة الطوابق. هذه الخنفساء تعتبر مدرعة أرضية، فهي ليست خفيفة الوزن وسريعة، بل إنها تشبه إلى حد كبير دبابة صغيرة. هكذا تتهيأ تلك الخنافس التي لا تطير أمام أعدائها، فكل ما عليها فعله هو البقاء في مكانها ومنح الفرصة لدرعها المصمم خصيصا لمثل تلك المهام لتولي الأمر حتى يستسلم المفترس. لكن ظل السؤال، كيف تستطيع الخنفساء تحمل هذا القدر من الحمولة الزائدة مقارنة بمثيلاتها من الخنافس؟ لاحظ العلماء أن للخنفساء المدرعة العديد من قطع أغطية الجناح التي تلتحم معا إذا ما قورن ذلك بالخنافس الأخرى، كما أن الخط الفاصل الذي تلتحم به أغطية الجناح يعتبر السبب الرئيسي الذي يكسبها قدرة على التحمل. فعندما تتعرض الخنافس لأوزان كبيرة فإن تلك الخطوط تنفصل عن بعضها دون أن تتهشم، مما يساعد على توزيع القوة الواقعة على الجسم بشكل متساو. هذا الاكتشاف سوف يمهد الطريق لتطوير مواد بناء هندسية أكثر متانة بحسب رأي الكثيرين، كما أنه قد يساعد على تصميم محركات أكثر أمنا للطائرات.